TWNFM 91.2. بالكاو بعد ما نويت على السعادة وما طلعت منها إفادة، قلت اليوم نقوم من النوم بقرار جديد ونعمل قليب حديد. نحب نكون إنسان صريح ونجرب نمشي عكس الريح، لا مجاملة ولا تروشيك في المعاملة. في الشارع تمشيت كل ما العوج جريت مسكت، ومن الصراحة معيت نلقى اللي في بنية يتغزل، لين وليت من كذب نغزل. هي تتمشى في ثنية وهو شادد لك تركينة، يتبع في المشية وفي الجاية. محل زينك يا لبنية، تاخذني تو تربح فيا. قلت له بربي وين الزين، تجيب فيها الكلام مني ولا شنو تربح فيك؟ على فلوسك ولا على صحة عينيك؟ قال لي شي همك فيا وتلاها بروحك يا ولية. ملا حكاية ملا هي. مشيت شي باش نخرج ورقة، قالوا لي احكي بالسرقة. اسمع متشي عاد حويجة بس ما نقول لك غدوة ايجا. قلت لها شنو يا للا، اخدم ويزم الحلة، رشوة هذي ولا شنية؟ اي قضي لي هالقضية لا تراسيلك في قضية. قلت لي نعم، تهدد فيا اشكي واللي في قلبك قو. وسكرت تلقي شي وقلت لي سلم على المسؤول، وبطبيعة على الورقة خذيت ولا على القضية تهنيت. في الخدمة نلقى الزميل يشكر ويمجد في العرف ويوزن في وصافه بالحرف، يا اخي انا اعطيته الصرف. قلت له عجب، مش البارح فيها تسب؟ منين جاك بربي هالحب؟ في بالي نعمل في الخير، كشفته قدام المدير ولا عمل فيها تقرير وسلكها بسيد البندير. فوق هذا اكليت التنبير، اللي عليا اخباري خبي واللي قلبه مني معبي. اصحابي حبوني ننصحهم، عاركوني وقالوا نجرحهم. اللي نقول له فيك العيب يحكي لي بكلام صعيب وما عاد يولي لي قريب، واللي يقول لي كلمه حلوه نقول له تي ناقص من الدواء. ايام اللي خرج تطلب وكلامك فيا ما يغلب، واللي نقول له كلام صحيح يقول لي شبيك معايا قبيح. الحسيلو طلعت معايا الصراحه، عشرتها ما فيها راحه، وكيما صحيبنا سعيد صريح اطلع عليا بعيد. اما انا فيه ما نسلم، نتعذب ونزيد نتكلم، ناكل الكاو ونطيح ونقوم ونقول الصحيح، وباش نقعد انسان صريح. مليحة ولا مش مليح؟ بالكاو